في إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، تمكنت القوات البحرية من إنقاذ 3 سائحين بريطانيين بعد تلقي بلاغ استغاثة يفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لانش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر. وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث، حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم.